السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هقدم لكم طبية احمد عرابي اللي في عزبة البرج. طبية معروفة بينها احمد عرابي. رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اللايك والاشتراك. الطبيعة اهي، وهندخل جوه نشوفها. الصراحة مش انا اللي مصورة، هي شكلها هيخوف. مكانها جنب راس البر، مش جنب راس البر، جنب النيل. هي مكانها في العزبة جنب النيل. شكلها والله العظيم يا جماعة يخوف. كانوا زمان يقولوا فيها عفاريت وكده. اللي صورها بيقول والله انا كنت خايف وانا بصورها. الله يبارك له. طبعا عرابي في عزبة البرج. شوف شكلها وبسلم. تقل محدش يعرف يطلع على السلم ده مكسر. فيديو جديد عندي في القناة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اللايك يا جماعة، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. شكلها كنت زمان وانا رايحة المدرسة بشوفها.